عملت سجلت بوابات كتير في وقت العمادة لا حضرتك، أنا ولا نظام التسجيل في مصر عقيم شوية زي كما يقال يعني؟ بالضبط يعني التسجيل في مصر البراءات عقيم ومش سليم. ازاي؟ يعني انا جات لي 3 براءات للتحكيم، لقيتهم واخدهم من واحد امريكاني نشرهم بالنص يا من راجل 20 سنة، كمان. ولا ده واخد عليهم براءة وبيطبقها يا وبياخد فلوس، واخد بال سيادتك، وبياخد فلوس عليها، يعني خد ملايين منها وهو سارقها من امريكي من من 20 سنة.20 سنة، الراجل الامريكاني نشره. فالبراءات وانا حتى بلاحظ بتجي لنا كتيره في الجوائز والحاجات دي، جزء منها وسايط للاسف، يعني مش واخد وشطارة محامين وحاجات من هذا القبيل لا يعني. مش محامين، هم محكمين، هو المحكمين اللي هم بيبقوا بايظ يقول لك دي فعلا بس براءة. انت يعني كان ضميرك بيبقى معذب ما بين انك انت الامريكي صاحب الحق غيب والمصري ده هتكشفه، لا يعني انا عملت ايه في الموقف الصعب ده؟ لا انا بكتب الرأي اللي يمليه عليه ضميري، اكيد ده مظبوط من ده ولا مش، لا من ده، وانا مظبوط. اقدر اقول من ده مش هو، ما ينفعش. لا هو، مظبوط مظبوط يعني ده مظبوط. هو ده. وبعدين القانون بيقول، المادة بتقول، تقول انت حاجة اتنشرت او جزء منها اتنشر او اعلن عنه، واخد بالك، سابقا، يبقى وده استخدمه يبقى سرقه. يعني القانون بيقول كده، مش هقدر انا يعني اخالف قانون. فالحق حق، وحتى في الترقيات نفس الكلام.